اللي يفرحك اللي يرفع راسك. هذه كرة خطير. الله الله، هو جواو بيدرو، هو جواو بيدرو. كانت نصف فرصة، أخطأ المدافع، وصلت هنا هنا لجواو بيدرو. لا تخطئ أمام جواو بيدرو إطلاقا، لا تخطئ أمام جواو بيدرو، سيعاقبك سريعا، وهذا ما فعله. والوحدة يتقدم، دوري أيضا لا يبدو في مأمن بالنسبة لشباب الأهلي. خطيرة. الله 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 الله، العنابي يضرب بهدف ثاني، العنابي مدافع يرتقي فوق الكل وتصل وتنطلق وتصل إلى الشباك. هذه الأولى، هذه الأولى، وبعد ذلك من علاء الدين زهير. المتابعة 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 المتابعة، والوحداوي يقول وين هذا الأداء يا أصحاب السعادة. البرازيل أكبر مصدر للاعبين في تاريخ كرة القدم مع الجارة الأرجنتين. وين ما تروح، وين ما رحت، خطيرة للأمام، فرصة. الله، فرصة، هدف ثالث 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 للعنابي. قال سجل، شوف 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 شوف، هو هو من جانب أدريان سيلفا، قال سجل. هذه ما بين البرتغالي والأرجنتيني، وهدف ثالث الوحدة في المباراة الأفضل. أنا أعتقد أنها هي المباراة الأفضل. يا وحداوي يا وحداوي، وأسأل الوحداوي اللي يسمعنا الآن، هل قدمت مباراة بهذه الجودة الكروية في دورينا هذا الموسم؟ أيضا اليوم وغدا كما ذكرت قمة الشارجة والعين، وهذه محاولة الآن في هذا المكان، محاولة جميلة تلعب وتصل وتنقل، والعرضية في هذا المكان خطيرة. هدف 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 يسجل الكبير. وصلت الآن الأرقام إلى 204 أهداف. نعم، هكذا هكذا يتعامل الهداف من الوضع، من هذه الوضعية الصعبة. علي مبخوت رجل الحلول للجزراوي، نعم، في وضعية صعبة يسجل لفريقه. هو تكون الأمور 3-1، تكون الأمور 3-1.